يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فعل عمر رضي الله عنه وهو زيادة صلاة التراويح إلى 20 ركعة، وكذلك الزيادة في جلد شارب الخمر، هل يعد ذلك من البدع؟ أعوذ بالله، فعل عمر من البدع؟ عمر من الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين، وعمر ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. وزيادة التراويح لأن الرسول ما حدد، الرسول حث على قيام رمضان ولم يحدد، ما حدد حد، قال صلوا 20 ركعة، صلوا 10، صلوا 5، ما قال شيء، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولم يحدد. فعمر أخذ بالإطلاق لأن الرسول أطلق قيام رمضان، وهو من الخلفاء، بل هو ثاني الخلفاء الراشدين، فعمله سنة، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك الزيادة الحد على الخمر سببه أن الناس تمادوا في الخمر، والرسول لم يحدد، الرسول لم يحدد جلدات الخمر، وإنما يقول الراوي جلد نحوًا من 40، نحوًا من 40، ولم يقل لا تزيد على 40، فلم يحدد جلدات عليه الصلاة والسلام، فكان للزيادة مدخل لأجل المصلحة والردع، وهذا بإجماع الصحابة الذين استشارهم عمر رضي الله عنه. نعم.